أحد الأنشطة اللي بترعاها وزارة الثقافة حالياً وهي عديدة ومتنوعة، معرض رسم محوره جميل اللي اختاره الفنان حمزة، وهو لوحات متنوعة من محافظات قطر الجميلة، بكل محافظة اختار لوحة أو أكثر تحت عنوان تشجيع للعودة إلى الوطن، وطننا جميل. حاول الفنان يصور بعض مواطن الجمال في هذا المعرض. الحقيقة المعرض جميل، محوره حلو وبيتناول موضوع حلو، وخصوصا بهالفترة الخاصة اللي بيمر فيها القطر. الحارات الشامية هي يعني هي عنوان للشام، عنوان ل حبيت أجمع الطبيعة والحارات الدمشقية وحتى الورد البحر، يعني حبيت أجمع كل هدول بهالمعرض، بما أنه عامل كمان أغنية اسمها رح نرجع، هي خطاب بين الوطن وابن الوطن، أنه رح نرجع مثل أول وأحسن ما كنا، كمان يمكن حنزعل بكرة حنرضى، هيك الدنيا أيام. رجع يا وطني أحلى وكلمة حق على الكون بتعلى، رح نرجع نرفع صليبك وذلك بالزمن الأعلى، وحدك يا جيش أمتنا ترابك مزروع بعزتنا، ترابك مزروع والظلم لا ما بيدوم، وحده الحق هو غايتنا.